قل لي مغيب بعد ايش قد للسحور؟ باقي 4 ساعات. ما تحضرين لنا سحور زين؟ شو يسوي بالسحور؟ هو لا صوم ولا صلاه. عجيب، صيام ما اصوم، سحور ما تبدينا السحر، اذا اموت شقل الله. اقول لك ابراهيم بيك، انا مو اشبه الممثله غاده عبد الرزاق؟ اي صحيح، هي غاده وانت عبد الرزاق. سهله بسيطه، ما انا اعلمك. اقول لك ابوي ما تروح تسير يا ام خالك شيء؟ وانت مروح ويا اخوك البيت خالك. لا ابوي انا ما اروح. ترقى اهلك، ابوي يعطيك الف وتروح؟ لا ابوي انا ما اروح بالف. هذا ابنك ما يروح. اشتري له حساب بوب جبلك يروح. اي ابوي اريد حساب بوبجي. يوم اشتري لك حساب بوبجي وتروح البيت خالك؟ نعم على قلبكم ابقى ما اروح. عابد هالشوفه. قوم بوي خلي حاجك. ها بابي. هاك بوي هاي ال 15. هاي الفلوس بابا شو اسوي بيه؟ طنش هذا القطار اللي هنا، تروح تصعد بيه وراح يوديك للمحطه. واذا وصلت للمحطه؟ وي من توصل لهناك تشتري علج وماي وحب. اي من اشتري شو اسوي؟ من يجي القطار ويسوي الطوط انت تطلع وتصيح ماي علج حب. تمام بابا. امشي انت صعد بالقطار. يلا امشي بوي طنش امشي. صعدت بالقطار. اطرطك. اطرطك. زين انت حبيبي شو تريد؟ بس بوسه حبيبتي. صعدنا بالقطار، هذا القطار السريع. طوط طوط. عليك ماي حب. من شفتك ما شفت الخير. انت طالق وهذا ابنك الاجرب خذيه وياك. يلا.